جاد كتير عم يصير في تفاعل عليكم بالمتن. في البعض اعتبر بالبداية انه انتو ما عندكم حظوظ انكم تربحوا، ويبدو اليوم حجم التفاعل يمكن بيأشر لشيء تاني. هلأ بنحكي بالحلقة، حضرتك انت يعني شخصيا عم بتم الهجوم عليك من الكتائب اللبنانية، من التيار الوطني الحر، وشوي من القوات اللبنانية. ما بعرف إذا صح، هلأ بتصحح من القوات وشوي من التيار. من شوي من التيار، لأنه شفنا فيديو التيار معاركهم غير محل، غير معاركهم بين بعضهم، بين بعضهم يعني على مين بيطلع مين ما بيطلع. طيب خلينا نبلش من إذا بدك أحدث شيء شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي امبارح. الوزير السابق شارب النحاس بمقابلة مع زميلي رشال كرم، وكان كل يعني التعليقات انه وسقط شارب النحاس بجوابه عن اللاجئين السوريين، انه اذا راحوا اللاجئين السوريين مين بده ينظف ويلم زباله. شو تعليقك على الموضوع؟ هلا اولا في بعض الاطراف حقها تنتقد، في بعض الاطراف عم تنتقد لانه كل واحد عم يشتغل انتخابات فبده يفوت على هيك محلات طبيعي. لا شك كان في عصبيه بالغه يعني خلال برنامج، انا بتصور صعب في الاجابات على قضايا مثل هيك مواضيع لانه بدها تكون بثلاث ثواني الجواب. فانا بتصور ما يعني في جانب الانتقاد بفهمه بالشكل، ولكن اللي ما فهمته هو وين العنصريه. لانه وقت واحد عم بيقول انه السوريين بلبنان عم بيجوا نتيجه ظروف اجتماعيه سيئه فبيشتغلوا نوعيه مهن ما فيها كثير مداخيل، عم بيوصف واقع. ما في مزمه اذا واحد بيقطف المزارع تبعه ولا بيقطف تفاح ولا ما بعرف شو بيعمل ولا بيلم زباله، فهذا واقع فعليا. النزوح السوري اللي هربان من حرب جزء منه قدر يكون عنده وضعية طبقة وسطى، جزء منه كتير فل من البلد مع انهيار البلد اللي هن من الطبقة الوسطى. أغلب الناس اللي منشوفهم بالقرى وكذا عم يشتغلوا بهالمهن، هاي منا مزمة. العنصرية إذا واحد بيعتبر هيك أشغال عيب يعني كيف بتسميهم؟ انه هو بتفكير الناس اللي فكروا انه هو انه لم زباله هو اهانه، فهو عم بهين اللاجئين السوريين. وين الاهانه يعني؟ الفكره هي بكل بساطه انه كان بتصور اللي عم يجرب يعمله بثلاث ثواني ثلاث اربع قصص بنفس الوقت، فطلع بهيك جمله اللي هو الاشاره للموقف السياسي من موضوع اللاجئين واشاره للتمايز عن مطلقي دعوات انه لازم يرجعوا على، فطلعت خبريه هيك. انا عم بقرا جمله اللي هي بالبرنامج السياسي عن الموضوع بتريح كثير ناس. مقاربة مسألة اللاجئين ليست من الباب الإنساني الإحساني، ولا من باب بطبيعة الحال الاستثمار الرخيص عبر التحريض العنصري ضد اللاجئين. فالواجب وضع حلول على أساس قراءة واقعية لا متخيلة لقضية اللجوء، حلول ترعى مصلحة الوطن وتحمي مجتمعه وتضمن في المقابل الحقوق الموضوعية للاجئين على أساس وعلى رأسها مسألة التعليم والصحة. خلاصتها اللي عم نقوله بموضوع اللاجئين انه في حاجة لدولة لحكومة بلبنان تضع برنامج اقتصادي مالي لواقعنا اللبناني بتحدد فيه حاجتها من اليد العاملة الأجنبية في بعض القطاعات، وعلى أساس تحديد المصلحة الاقتصادية والحاجة بالعمالة بيصير في علاقات مع سوريا انطلاقا من مصلحة لبنان وحاجته له، والباقي اللي ما في قدرة للمجتمع لحمله بده واحد يتواصل مع السوريين لتأمين عودتهم. ليش التواصل مع السوريين؟ لأنه وقت واحد بده يعمل شعارات عن الموضوع بده يعرف مين اللاجئين السوريين بلبنان. إذا بنعمل دراسة عن هاللاجئين ونعمل الدراسة بنكتشف أنه أكثر من 60% من هاللاجئين جايين مما يسمى بسوريا مثل الضواحي، يعني هني بسموها عشوائيات. هالعشوائيات هي محلات أراضي بيجوا ناس بيقعدوا فوق بعض، فعليا ما حدا منهم عنده سند ملكية خاصة لإله. نعم. هالعشوائيات خلال الحرب السورية كلها تدمرت بسوريا. إذا هيدا الشخص السوري بلبنان بده يرجع على سوريا ما رح يكون عنده شيء يرجع عليه، ما عنده سند ملكية لا بالعقار ولا بمبنى. فهون في حاجة لتنظيم هذا الأمر مش من خلال الشعارات يجب عودة السوريين كذا وبعدين بنعمل حكومة مع اللي ضد هيدا الشيء ونقول إنه مش قادرين نعمل شيء. من خلال حكومة عندها هيدي الرؤية الاقتصادية مضطرية تعمل تعداد سكاني لتحصي شو في عنا سوريين لليوم ما عنا رقم رسمي تنقدر نتواصل من دولة لدولة بخصوص الموضوع ونأمن حاجتنا من عمالة أجنبية بالبلد يكون عندهم حقوق ويكون عليهم واجبات بكل بساطة. بس هو التعبير اللي قاله الوزير شارب النحاس كان مستفز بالنسبة لكتار، لأنهم رأوا أنه هو يكرس هذه النمطية بالنظرة إلى
اللاجئين السوريين انطلاقا من جنسيتهم ولصق هذه الجنسية على نوع واحد من الوظائف في الدولة. يمكن اختزال الجواب هذا الطويل اللي قلت لي كيش بثلاث ثواني والعصبية اللي كانت عنده أدت لها القصة. هلأ بكل هالهدوء على وقت الصباح إن شاء الله بيكون القصص أروع.